السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناه ياس بلاي. سعدت لكم بحلقه جديده من لعبات جي تي اي 5 وتختيم جي تي اي 5 بالنظره الاولى. اتمنى ان يكون يومكم بخير يا اصدقاء، وهي لكي نغير لمايكل لان عندنا مهمه خاصه بمايكل. نسيت صراحه ما الذي يجب علينا فعله، لكن اتوقع باننا اقتربنا من تختيم لعبه جي تي اي 5. بقيت لنا تقريبا 4 مهام أو 5 مهام وسنقوم بتختيمها 100%. الشيء الذي سافعله الان هو انني ساضع الويب بوينت هناك وساتجه لمنزل مايكل لكي نقوم بتلك المهمه الخاصه به. وانا اسوق في طريق، فإذا بأتفاجأ بأن ديف يتصل بي. انتظروا، سأسمع المكالمة وسأرى وأكتشف ماذا سيقولون. اوه، هل سمعتم ماذا قال؟ قال the problem we need to deal with is Trevor. ديف يريد منا أن نقتل تريفر. اوه، لهذا السبب التقوا بفرانكلين وقالوا له بأن يجب عليك قتل تريفر. هل سمعتم يا شباب؟ مشكل، سندخل في مشاكل عويصة الآن في هذه اللحظات. المهم، مايكل قال لا، أخرجني من هذا الموضوع. لست أنا هو الشخص الذي سيقتل تريفر، لأن مايكل اشتغل مع تريفر، سرق هو وتريفر العديد من البنوك. تريفر فإنه هو الصديق القديم لمايكل. رغم العراكات ورغم الشجارات، فإن مايكل لن يستطيع قتل تريفر مع الأسف. وها قد وصلت للمكان، ما الذي يجب علي فعله هنا؟ علي تغيير الملابس. Change into your tuxedo in Ponzi Boy to attend the Meltdown premiere. اوه، علي تغيير لباس للتوكسيدو. هناك العديد من الملابس. حسنا، ساغير لباس للتوكسيدو. ممتاز، لقد غيرته. وستبدا المهمه في هذه اللحظات. يجب علينا تغيير الملابس لكي تبدا. جيد، ها هو مايكل. خرج مايكل، ممتاز. وها هو جيمي. كيف استطعت يا جيمي المجيء هنا؟ جيمي قال لي بانه دفع المال لهذا الشخص لكي يقوم باخذنا. تذكرت صراحه هذه اللقطه جيدا. في هذه اللحظه فان مايكل سيقوم بالذهاب لاننا سنقوم بعمل حفله بسبب خروج الفيلم الجديد، الفيلم الذي مخرجه هو مايكل. لهذا السبب فان مايكل فرحان كثيرا. لاحظ. اسكت يا جيمي، اسكت. المهم، لقد قمت بعمل سكيب يا شباب لكي ننتهي ولكي لا يزعجنا جيمي بتلك الاحتفالات الخاصه به. وها قد وصلت. لاحظ، واو، الريد كاربيت يا حبيبي، الريد كاربيت. شش. وعندنا هنا النجوم. لاحظ الممثلات. كيف حالك يا انستي الممثله؟ يا سلام. شش. المشاهير يا حبيبي، معكم مايكل كذلك مشهور. شكرا لكم. يا سلام، لاحظوا الناس والعشاق رغم عددهم القليل. ها هو هذا الشخص الذي قمنا باحضاره وقام بتمثيل الفيلم. لاحظتم؟ اوه، من يفعل لازلو هنا؟ لازلو يا اصدقاء، لازلو جونز. ماذا تفعل يا لازلو هنا؟ ها هو لازلو جاي يحاول التكلم مع الممثلين. وها هو صديقنا، ممتاز، سليمان، صديقنا سولومون. كيف حالك يا سولومون؟ هل تلك الانسه قرب منك هي زوجتك يا سولومون؟ احسنت. نلتقي لاحقا يا سولومون، مع السلامه. اوكي، سي يو ليتر. ريتشارد سولومون جاء لازلو لكي يتكلم معه. لاحظ لازلو المسكين. لا تزال علامه التاتو الذي قمنا بعمله لها ظاهره في وجهه. وها هو الممثل المشهور. ها هو عاد لازلو لكي يتكلم معه. هل لازلو شاهد بان مايكل موجود هناك ام لا؟ ام ان شاهده وتجاهله فقط؟ وكذلك جيمي. لازلو فانه يعرف مايكل وجيمي لان حاول استغلال تريسي. انا الان انتظر ظهور ديفن ويز لانه سياتي في اي لحظه. لاحظوا يا شباب، ورد هيليشي. اوه، مايكل كان ينتظر زوجته وبنته لكي ياتوا. ها هو ديفن ويز لقد جاء. فهمت. لقد قام ديفن ويز بارسال رجال ميري ويدر لمنزل مايكل وحاولوا اختطاف عائلته. مشكل. اسمعوا ماذا سيقول الكلب. ستكت هوم. هل سمعتم الكلب؟ ديفن ويستن يا شباب، لقد ارسل رجال الاف اي بي لمنزل مايكل، واكيد السياره التي سنختارها هي هذه، سياره اللامبرجيني في جي تي اف 5 بيجاسي فاكا. اسرع يا جيمي، يجب علينا انقاذ عائلتك. الكلب ديفن ويستن ارسل لهم رجال ميري ويدر وقاموا بسجنهم في المنزل. لم يسمح لهم لكي ياتوا ويحضروا معنا مع ابيهم مايكل. مايكل الان اصبح مخرج افلام، لكن في هذه اللحظه يجب علينا التركيز فقط على انقاذ عائله مايكل. زوجتي في خطر يا شباب، زوجتي في خطر، وبنتي يجب علي انقاذهم. Let's go boys. ممتاز. ها قد وصلت. انتظر. اسف، لا استطيع السياقه بشكل جيد بسبب الادرينالين. لقد صعد الادرينالين. اوه، ها هم جاءوا رجال ميري ويدري يا اصدقاء. ساغير لي الاسلحه المميزه الخاصه بي. اوكي، قدره مايكل فانها تشتغل. Let's go. ادخل يا حبيبي. زوجتي اماندا. بوم. Don't worry أماندا. Let's go. لا تقلقي. حسنا، هيا اذهبي اختبئي. تريسي، أين أنت يا تريسي؟ موتي يا أيها الكلب. أوه، قتلت تريسي. الشاتغان فإنها لا تصلح يا أصدقاء في هذه اللقطة، لا أنصحكم بأن تفعلوها. المهم، هذا الشخص قتلته.
قوموا بتشغيل هذا السلاح وبعدها ستستطيعون التسديد على هذا الشخص بدون أي مشاكل لأنني استعملت الشاتغان، والشاتغان فإنها ترسل 5 بوليتس في دقة واحدة. لهذا السبب أحد البوليتس أصابت تريسي. حسنا لا تقلقوا لا تقلقوا ابقى هناك. Don't worry about me. I'll destroy them. سأدمرهم. Clear the house. I will clear your head. موت. جيد. أين الكيلة؟ أين الكيلة؟ تعالوا. وو. أرسلوا جرنيد. تعال. موت يا أيولك. موت. أي شخص جاء عندنا فإن سيموت. هناك شخص ما هنا. أظهر وجهك يا أيها الكلب. رجال ميريوذر. لا تقلقوا فقط اجلسوا هناك. يقفلوا على نفسكم الباب. تقتل رجال ميريوذر. ممتاز. جيمي ابقى هناك. أين جيمي في هذه اللحظة؟ لا أعلم أين هو لكن اختفى. انتظروا. لقد جاءوا. أين جيمي؟ هل جيمي موجود هنا؟ لا جيمي غير موجود. ها هم جايين. تعالوا وستموتون يا أيها الكلاب. سأنزل عندكم. دخلتم لمنزلي. موت يا أيها الكلاب. دخلتم لمنزلي. موت. جل ميري ويدر الكلاب. لا أحد يدخل لمنزلي ويبقى على قيد الحياة. موت يا أيها الكلب. جيد. موت أنت. هيا. أظهر وجهك. موت. جيد. هيد شات بيبي بوي. أوكي. سأصعد الآن للفوق. حسنا كيف حالكم؟ قتلت الجميع؟ نعم لقد قتلت الجميع. أوه ها هم جايين. لم يموتوا بعد. علي الخروج. علي قتلهم الآن في الخارج. لأنني تقريبا قتلت الجميع من الداخل. الآن يجب علي قتل رجال ميري ويدر الموجودون في الخارج. أهو هذا لقد مات. هم جايين الكلاب جايين. أوكي سأغير لهذا السلاح. أظهر وجهك يا أيها الكلب. أظهر. موت يا أيها الكلب. اختبأت هناك. اعتقدت بأنني لم أراك. الآن حان وقت روكيت لانشر. سي يو ليتر بيبي بوي. ممتاز. تحرك. جاءوا. سأتعرض لهم. موت يا أيها الكلاب. موت. هل مات؟ لم يموت الكلب بعد. موت. جيد لقد مات الآن. أين هم؟ تريسي أماندا أنا جاي. لا تقلقوا. أصابني شخص ما. أين هو؟ هذا. لقد سددت عليه أنا كذلك. بدأت الكاتسين. هذا الشخص اختبأ هناك. الكلب اختبأ. بعدما خرج لقد اختبأ. لا تقلقوا. I am alright. أطفأ جيمي الأنوار وارتدى شباب قناع النظر في الليل. لاحظتم وقتل. حسنا يا جيمي. اعتقدت بأنه الشخص الآخر. المهم أحسنت يا جيمي. لقد دمر جيمي على الأقل. جيد. لقد انشهرت الكاتسين الآن. هل انتهينا؟ ممتاز. قمنا بالمهمة بنجاح. ميشن باس. وها قد جئنا الآن لديل بيرو بيير. الكلاب دخلوا لمنزلنا. لقد تجرأ ديفن ويسل الكلب لكي يرسل رجال اف اي بي لمنزل مايكل. تخيلوا معي. حاولوا قتل عائلته. ها هو الآن يتصل بليستر. حسنا يا ليستر قل لنا. جيد أحسنت ممتاز. المهم ليستر قال لي مايكل بأنني اكتشفت تقريبا جميع الأمور التي سنحتاجها لكي نقوم بالمهمة الأخيرة وهي مهمة سرقة البنك. فأجابه مايكل يجب علينا القيام بالمهمة الأخيرة The Big One قبل أن تسخن الأمور أكثر مما هي ساخنة الآن. لهذا السبب يجب علينا القيام بالهايس يا أصدقاء. حسنا بعدما قمنا بإنقاذ عائلة مايكل الآن سأتجه مباشرة لإتش لكي نقوم بعملية الهايس The Big One يا حبيبي The Big One. وأنا ذاهب في الطريق لكي أقوم بالهايست فإذا بي أتفاجأ بأن أماندا تتصل بي. لا تقلقي يا أماندا. مايكل لا يريد أن يقول لأماندا بأنه يعرف الشخص الذي أرسل رجال ميري ويدر للمنزل لأن أماندا سألته في هذه اللحظة. المهم لا تقلقي. انتظري لا تقلقي يا أماندا. الأمور إن شاء الله ستصبح كلها على خير. Don't worry أماندا don't worry. المهم ها قد جئت لمنزل تريفر وهو المرقص لأننا سنقوم بعملية الهايس The big one يا حبيبي The big one. وها قد وصلت. كيف حالكم؟ هل أنتم مستعدون؟ في هذه اللحظة سنقوم بشيء تاريخي جدا. تريفر كالعادة فإن لا زال متعارك مع مايكل. لا يحبون بعضهم البعض لكن يجب علينا القيام بهذه المهمة أكيد. لهذا السبب تفاهموا فيما بينكم البعض. عندنا طريقتين لكي نقوم بهذه المهمة. عندنا option 1 و option 2. المهم ها هي يا شباب. option 1 هي هذه.
عندنا السيارات الخاصة بالهروب إلى آخره، وهذه هي الأبشن 2. لاحظتم أبشن 2 فهي مختلفة على الأبشن 1. أبشن 2 سنقوم بأخذ الذهب في الهليكوبتر وسنقوم بأخذه للقطار. بالنسبة للأبشن 1 أثناء تختيمي للعبة جي تي اي 5 بالثيرد بيرسون، يعني بالنظرة العادية، لقد قمت بعمل أبشن 1 أثناء قيامي بأحد التجارب الخاصة بهذه المهمة. لقد قمت بعمل أبشن 2. ما الذي سنفعله في هذه الحلقة يا أصدقاء؟ أعتقد بأننا سنقوم بعمل أبشن 2 وهي أخذ الهليكوبتر ببساطة، لأنها مع الأسف شديد الدعم على السلسلة فإنها ضعيف جدا. لهذا السبب فإنني لن أضيع الوقت لكي أقوم بالبحث عن هذه السيارات، لأنها ستأخذ مني العديد من الوقت يا أصدقاء. لهذا السبب سنقوم بعمل أبشن بي. الأبشن بي فهي سهلة جدا، سأستطيع القيام بهذه المهمة بسرعة. المهم هنا سنختار سائق. سأختار سائق سيء جدا، لا يهم، سأختار هذا، اسمه كريم دينز. وهنا سنحتاج كذلك لسائق ثاني. حسنا لا يهم، سنختار هذا الشخص لأن لا يوجد شخص آخر في إمكان اختياره. وهنا الغانمان. أوكي يعني الغانمان 1 يجب أن يكون جيد، سأختار تشيف. والغانمان الثاني لا يهم، سأختار هذا الشخص سيء جدا، هذا. أوكي سنعطي 6% فقط، ممتاز. هذا هو الفريق. نعم this is the big one and this is the team. هذا هو الفريق الذي سنقوم بعمل هذه المهمة مع. We're good to go. Let's go boys. هل عندك فكرة أخرى يا تريفر؟ إذا لم تكن عندك فكرة أخرى فقط أصمت. حسنا علينا التحرك، أصمتوا لا تتعاركوا. هذه المهمة فهي صعبة جدا، لكننا سنصبح صراحة أغنياء عندما سنقوم بإنهائها. دايركتور مود هاي سكرو ممبرز. جيد استطعنا فتح الدايركتور مود الآن. هل أستطيع في هذه اللحظة الخروج من الباب الموجود في الوراء؟ ها هو الباب. هذا الباب فإنه لا يفتح فقط لتريفر. تريسي تتصل بي. ممتاز لقد فتح لنا الآن، أحسن العمل. ماذا تريد تريسي؟ نعم أنا بخير لا تقلقي. نفس الكلام الذي قالته أماندا تقريبا قالته تريسي، لكن تريسي لم تسألني من هو الشخص وراء تلك العملية. أوه ممتاز جميل جدا. نحن قريبون هنا من مكان الأسلحة، لهذا السبب سأشتري درع لمايكل. لقد اشتريت الدرع له، وكذلك سنقوم بملء الأسلحة. ممتاز لقد قمت بملء تقريبا جميع الأسلحة بالآمو، والآن هيا لكي نشرب قليل من الصودا لكي نقوم بملء الهيلث الخاصة بنا 100%. وها قد انتهيت. أوكي there's a tunnel bore machine at a depot in. ممتاز أحسنت يا ليستر. هي ليستر الآن راسلني لكي نقوم بجمع الأشياء التي سنحتاجها. سأخذ هذه السيارة وسأتجه نحو المكان. ها قد وصلت للمنطقة. ما هو الشيء الذي يجب علي أخذه لأنني نسيت؟ أوكي سنضور من هنا. ستيل ذا دريلر. فهمت. هذا هو الدريلر الذي سنستعمله لكي نقوم بثقب ذلك الحائط. لاحظتم هذا الشرطي؟ لقد جاء. اوكي سأذهب دونت وري. سأسرق هذا وسأذهب. لا تقلق. مسكين رجال سكيورتي يحاولون الهجوم علي الآن. لقد سرقت الدريلر. اوكي سيوليتر مشكل، نجمتين اتصلوا برجال الشرطة. هذا هو الدريلر يا شباب. هذا هو الدريلر الذي سنقوم بثقب الحائط به. لهذا السبب يجب علي أخذه والهرب. لكن المشكلة العويص الآن، كيف سأهرب من رجال الشرطة وعندي شاحنة؟ لأن رجال الشرطة عندهم سيارات، أكيد فإنهم سيسرعون أكثر مني. مشكل صراحة. لهذا السبب سأقوم بوضع الويب بوينت هنا لكي نذهب للمخبأ الخاص بنا. بهذه الطريقة فإننا سنهرب من رجال الشرطة بسرعة أكبر. ممتاز. سأحاول المرور من هنا. لم أستطع المرور. كنت أريد المرور من تلك المنطقة لكنني لم أستطع بسبب أن هذه الشاحنة فهي طويلة جدا وعريضة. سأحاول الاختباء هنا هذه المرة لكي أكتشف هل سأستطيع الهروب منهم. لا مشكل لا أستطيع الدخول أصلا. شاحنة فإنها أكبر بكثير. الآن يجب علي مشكل، لقد أخطأت يا أصدقاء. وضعت الدريلر في هذا المكان، لاحظتم. الآن يجب علي الهروب من رجال الشرطة وبعدها العودة له. المهم لقد تركت يا شباب الدريلر في تلك المنطقة، وهي تلك الآلة التي نقوم بثقب الحيطان بها. سأحاول الدخول. لا أستطيع مشكل لا أستطيع الدخول بواسطة الشاحنة من هنا. لذلك سأنزل من تلك الشاحنة وسأدخل من هنا يا أصدقاء. وعندما سأهرب من رجال الشرطة سأعود للشاحنة وسنعود لذلك الدريلر. جيد لقد هربت من رجال الشرطة الآن، أحسن العمل. وأثناء قيامي بهذه العملية لقد جاء بعض من الكلاب. انتظروا سأريكم يا أصدقاء، لأن عندي نجمة واحدة فقط. لقد جاء أحد الكلاب لا أعلم ما هم. لاحظوا جاءوا بسيارتهم وتعرضوا أمام شاحنتي وماتوا، وعندي نجمة الآن. يجب علي الهروب مرة أخرى من رجال الشرطة، وأخيرا هربت من رجال الشرطة مرة أخرى. واو هذه المهمة صراحة أخذت من العديد من الوقت. أهرب من رجال الشرطة، عد بعدها للمكان، خذ الشاحنة. أوكي ها قد جئت هذه المرة. أتمنى ها هو رجال الشرطة. لاحظوا رجال الشرطة لقد توقفوا في هذا المكان. هيا تحركوا. لم أفعل أي شيء، تحركوا. يجب علي سياقة هذه الشاحنة.
المشكل هو ان سياقتها بالفيرست بيرسون فهي صعبه جدا. مثلا الثيرد بيرسون، لاحظوا في الثيرد بيرسون في امكاني رؤيه كل شيء، لاحظتم؟ لكن بالفيرست بيرسون فان الامر صعب. لاحظوا بالفيرست بيرسون لا يمكنني اصقاء رؤيه الشخص الموجود ورائي، يجب علي الضغط على السي، واذا ضغطت على السي في امكاني رؤيته، لكن الامر فان سيكون صعب شيئا ما. هذا الشرطي، الكلب لا يريد الذهاب لاي مكان. ولقد تحرك الان، جيد جيد، اخيرا تحرك. المهم الاستراتيجيه التي افعلها الان هو انني اتي الى هنا واقوم بضرب هذا الكنتينر هكذا لكي يتحرك لكي استطيع رفعه. لاحظوا كذا ان ينقلب. لقد ضربته، حسنا، ممتاز ممتاز، لانه يجب علي تحريكه هكذا لكي استطيع رفعه. تقريبا هذا هو الشيء الذي افعله الان. ممتاز، ساجرب الامر الان. اوكي، ساتي الى هنا، ساقف وسط من الطريق. الان ساضغط على السي وبعدها سنحاول حمله. هل سنستطيع حمله الان؟ هذه الشاحنة المسكينة لقد تدمرت كثيرا. اوكي، هكذا، عد للوراء. جيد، لقد حملته. ها انا اتصل بليستر. ممتاز ممتاز. وها قد اقتربنا من الوصول للمكان الذي يجب علينا وضع مدمرات الحيطان فيه. ها قد وصل، جيد جيد جيد، ممتاز ممتاز. ها قد وصلنا، يجب علي وضع الشاحنة في هذا المكان. الدريلر او مدمرات الحيطان قمنا باحضارها، وتوقع بان هذا هو الشيء الذي يجب علينا فعله فقط لكي نستطيع القيام بهذه المهمة. عكس اوبشن اي، اوبشن اي يجب علينا سرقة 4 سيارات، والمشكل هو ان ليستر لن يظهر لكم مكان السيارات في الخريطة. يجب عليكم الذهاب لجوجل والبحث عن مكان السيارات. Place a suitable vehicle in the bank's parking garage. This will be used as a getaway vehicle. اوكي، لكن السؤال المطروح، هل هذه السيارة يجب ان يكون فيها 4 اماكن ام لا؟ المهم ساسرق هذه السيارة. Is unsuitable. اوكي، هذه السيارة لا يمكنني وضعها في ذلك المكان. جيمي يتصل بي الان. جيمي ادخل نفسه في مشاكل الان، وانا صراحة اتذكر هذه المهمة جيدا. لن اساعدك يا جيمي. في هذه اللحظة فانه يجب علينا الذهاب عند جيمي، وسنلاحظ بان هناك اشخاص قاموا باختطافه ويجب علينا انقاذه. لن اقوم بعمل هذه المهمة لان ليس لدي الوقت. حسنا، مع السلامة. المهم سندفع المال لكن لا يهم. This vehicle is unsuitable to use for the getaway. There are not enough seats. عندنا 4 اماكن هنا. سنغير لتريفر. تريفر موجود هنا فوق من الجبل. ماذا يفعل تريفر في هذا المكان؟ بعدما تعارك تريفر مع مايكل لقد اصبح مجنون. ارتدى زي فتيات. انتظروا ساغير من الفيرست بيرسون. لاحظوا، ارتدى زي فتيات وصعد فوق الجبل كالمجنون. ماذا تفعل يا تريفر؟ هل اصبحت مجنون؟ المهم على الاقل هذه الهايست فهي قريبه من تريفر، لكن يجب علي اولا النزول من هذا الجبل، ولا توجد عندي وسيله نقل. لذلك سأغير لمايكل وسنذهب للمكان بواسطة مايكل. وعدت لكم يا شباب، ها قد وصلت للمكان. هنا يجب علي سرقة ذلك القطار الذي سنستعمله. اوكي، هنا هذا الشخص، اعتقد بأنه يجب علي ضربه وتدويخه. جيد، لقد داخ، وعلي الصعود هنا للفوق لكي أقوم بتدويخ كذلك هذا الشخص. جيد، دخ، ممتاز، أصبته. الآن سآتي إلى هنا وسنقوم بإيقاف قطار. جميل 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 جدا. ها هو تريفر سيحضر الهليكوبتر. Wait for the train to stop in the siding. إذا تذكرتم لقد قمت بعمل تجربة يا أصدقاء وحاولت الضغط على هذه الأزرار لكنني لم أستطع، والآن في هذه المهمة ففي إمكاننا الضغط على هذه الأزرار. لاحظتم؟ ممتاز، ها هو القطار، القطار جاي. هنا في هذه اللحظة فإننا سنقوم بسرقة قطار لكي نضع الذهب فوق منه. احسن، ها هو القطار جاي جاي جاي. لم يسبقني ان قمت بعمل المهمه بهذه الطريقه، يعني التحضير لها. ما الذي يجب علي فعله الان؟ حسنا، لقد تغير اتجاهه. ممتاز، كان سيذهب على اليمين لكننا غيرنا اتجاهه. ها هو الان سيذهب القطار عند تريفر، ويجب علي التغيير لتريفر لكي نقوم بحمل القطار. احسن العمل، احسن العمل. صراحه هذه المهمه فيها رائعه، والله دمي. سنستعمل هذه الهليكوبتر. انتظروا، ساخرج من الفيرست بيرسون. هل تذكرتم هذه الهليكوبتر؟ لقد قمت اصلا بتجربتها لكي نقوم بحمل القطار من غير قيامنا بهذه المهمه، لان في هذه المهمه ففي امكاننا حمل ذلك القطار، عكس هذه المهمه فلا يمكن. لكنني قمت بعمل تجربه وصراحه هذا شيء رهيب جدا للقطار. اذا كنتم مهتمين فانصحكم بان تشاهدوا كذلك ذلك الفيديو. ها قد وصلت للمكان الان. اين هو؟ ها هو القطار، لقد توقف، لان هذه السكه الحديديه اصلا فانها مقفوله. الان علي النزول لكي احمل معي القطار. عدت للوراء، والان ما علي فعله فقط هو السياقه بهذه الطريقه، محاوله تدوير الهليكوبتر على هذا الشكل. اتوقع بانني ساستطيع فعلها. لا، لم استطع. ممتاز ممتاز، لقد ضغطت على اي.
جيد جيد جيد، هل حملته؟ نعم نعم لقد حملته. استطعت حمل القطار. الآن يجب علي أخذه لمكان ما. أين هو هذا المكان؟ أتوقع بأنني سأخذه لمطار تريفر، لأن مطار تريفر هو المكان الآمن. أوه علي وضعه فوق من هذه الشاحنة. رأيتموها؟ لقد رأيتها. أوكي 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 أوكي، انتظروا انتظروا، علي الدوران على هذا الشكل. سأحاول الآن. أوكي ممتاز ممتاز، لقد استطعت الآن في هذه اللحظة. يجب عليكم فقط السياقة ببطء لكي تستطيعوا فعلها. إذا حاولتم الإسراع فإنكم لن تستطيعوا. بيك أب فلات باد كارياج، علي العودة وأخذ الفلات باد كارياج، وهو ذلك الشيء الذي يلتصق بالقطار. لا زال عندنا العمل. لقد وصلت للمكان، الآن يجب علي أخذه. هنا هو هنا هو ها هو. أوكي سأحاول الدوران هكذا والنزول. حملته، جيد جيد حملته الآن. تينك ذا فلات باد تو تريفرز اير ستريب، الآن يجب علي أخذه لمطار تريفر. أين هو؟ أستطيع رؤيته، انتظروا. نعم ها هو ها هو. أوكي أوكي، هناك شاحنة أخرى تنتظرني، علي وضعه كذلك فوق من تلك الشاحنة. هذه المهمة صراحة فهي أصعب بكثير من إيجاد تلك السيارات، لكنها مفيدة كثيرا. إذا كنتم تريدون أن تصبحوا محترفين في سياقة الهليكوبترز فإن هذه المهمة مفيدة. عكس هذا فلا أعتقد بأنها ممتعة، إنها مملة كثيرا. أوكي المهم سأحاول الدوران. جيد ممتاز، لقد أنزلته. هل نزل؟ نعم نعم لقد نزل. أوكي جيد جيد لقد نزل. وانتهينا. ميشن باست. واو كانت صعبة صراحة، اعتقدت بأنها ستكون سهلة لكن لا. المهم سننزل هنا في الهيليباد، وها هو تريفر سيتصل بليستر لكي يقول لنا بأن القطار أصبح موجودا. الآن سنحتاج للجيروي فيكل، وهي السيارة الخاصة بالهروب. سأصعد في هذه السيارة لكي أرى هل ستصلح. This is a suitable getaway. أوه هذه السيارة فهي تصلح، في إمكاني تعديلها في لوس سانتوس كاستم لكي تصبح مميزة جدا. أعتقد الشيء الذي سأفعله، لاحظوا لاحظوا ها هو القطار. ما الذي حدث له؟ لقد قاموا بحادثة سير، لم يستطيعوا أخذ القطار للمكان المناسب. لاحظتم قام ذلك الشخص بحادثة سير في هذا المكان. المهم سأتركهم وسأذهب. هذه السيارة فهي تصلح لكي نهرب فيها، لاحظوا معي شكلها الهندسي. لاحظتم لهذا الشيء الذي سأفعله هو أنني سأقوم بأخذها هنا للوس سانتوس كاستم لكي أضيف لها تقريبا جميع الأشياء التي سنحتاجها، وبعدها سأخذها للمكان. لقد أضفت لها تقريبا جميع الأشياء التي في إمكاني إضافتها لها، أصبحت سريعة الآن. سأتصل بليستر وسأرى ماذا سيقول لي. ها هو ليستر، جيد جيروي كار، ماذا سيقول لي ليستر الآن؟ أوكي جيد جيد. المهم ها هو، ممتاز ممتاز. بعدما اتصلت بليستر في هذه اللحظة ظهرت لي الويب بوينت. يجب علي الذهاب الآن للباركينج الراج لكي أضع في هذه السيارة. وها قد اقتربنا من الوصول للمكان لكي أضع في هذه السيارة. ممتاز ها هو موجود هنا في هذا الباركينج لات. أوكي جيد أحسنت يا ليستر، ليستر فإنه ذكي. ها هو المكان، علي وضعها هنا. اوكي الان سنضار. او لا ضرب شوها في الحائط. او ليفيت هير، حسنا ساتركم. لقد ضربت شوها في الحائط، لاحظوا انا سيء جدا في السياق يا اصدقاء. وها قد انهينا المهمه بنجاح. الان كما تلاحظون الهايس لقد ظهرت عندي في الخريطه، وها هي في امكاني القيام بها لكنني لن اقوم بها الان، سنتركها حتى الحلقه القادمه. اتمنى ان حلقه اليوم اعجبتكم، اذا اعجبتكم لا تنسوا ادعمونا بالضغط على زر لايك وانشروا المقطع مع اصدقائكم، والسلام عليكم ورحمه الله. One getaway car in the parking garage, Lester Crest. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club.